ماشي هنا لا الكالي هنا تيخو لي الله يسلمك الكالي هنا الكالي هنا وانا علاش ما نهضروا دابا الكالي هنا علاش ما تحيدش الكلام صفه نهائيه علاش ما تحيدش الكلام صفه نهائيه علاش ما تحيدش الكلام صفه نهائيه انتم ولا تحيدوها علاش ما تحيدوها علاش كيفاش تقول لي التراب جميع انا كنهضروا على المغرب كله علاش انا نهضر على هذا على تراب الوزيه يلا سير بغا يتعرف على تراب ها قول قول اه عمر تصحيح انا ما نصلع المواطن بصحتكم نتوما تخدم حي محمدي تخدم حي ما تخدمش تخدم شي حل يجاوب لا لا خلي نعطيه لا خلي يعطيه خلي يعطيه راه ما تيخدمش هنا خلي يعطيه خلي يعطيه ها بغينا نعرفوا على التراب ديالنا ها هاد الكالي اللي كاين هنايا بغينا نعرفوا من التراب حنا ما باغيين حتى حاجه باغيين الشبيه ترجع خاويه وهذيك ترجع خاويه كلشي يرجع خاوي هذا الديبار هذا الديبار من كاليفي بغينا نعرفوا ديال من ودابا هاد الكاله هادي ديال من قال لك هاد الكاله هادي ديال المجدود وديال هما اه ديالهم حتى انتوما راه دايرين كاله في علاش تشوف حنا نديرو كاله في السما دايره في بلادك في التراب ديالك كاين حمي بلادك هذه ماشي ديالك وعليكم السلام شنو الطاكسيات اللي كتمثلوا المنطقه سيد مسلم مجدوب تنتمثلوا سي مجدوب وتنطالبوا من الناس ديال بني خلف الاقتراح ديالك الاقتراح ديالي يعطيوهم من الديبار ديال الويزيه من اللي يعطيو للشبيه ويجيو حتى هنا يدوزوا هذا الخط ديال الشبيه والاقتراح يعجبهم زعما اه لا يعقل الشبيه بالعوده الفارغه حنا تنطالبوا الناس ديال بني خلف رحنا عندنا خط مشترك ما يمكنش غيجي يدخل طرف وطرف لا خاصنا ندخلوا بجوجنا حيت عندنا خط مشترك عندنا 50% معاهم والشيبيه راه هي دايره الكاله ديالها حتى حنا راه ممنوع علينا نطلعوا شي بلاصه من الفوق وتنطالبوا بالعوده الفارغه هذا هو الكاله اللي دايرين تما هما كيقولوا غير قانونيه انا ما داير لا كاله والو غير احترام ديال البلايص ديالنا اللي تتخونوا لنا حيت الشيبيه تتخون البلايص حيت الشيبيه تتخون البلايص تينعسوا البلايص تيخونوا البلايص تيخونوا من عين تكي يخونوا من تينعسوا البلايص تنحبسوهم من تنشوفهم تينعسوا البلايص تنكاليهم هذا هو هذا اللي كاين زيد الاضافه اللي عندك زيد وعليكم السلام ورحمه الله رضوان الزكريري رئيس جمعيه المستقبل التنميه الاجتماعيه بني خلف المحمديه اشرح لنا المشاكل ديال النقد في المنطقه دابا بالنسبه لاقامه الحلول البلوك جوج كانت الجمعيه ارتأت الجمعيه بانها دير واحد الطلب عده طلبات للسيد رئيس المجلس البلدي الى بنا كنشوفوا ليله الامس تحطات البلاكه ديال الطاكسيات اذا هذا الشيء فرحنا اليوم كنجيو نشوفهم انه خدمة حتى شي واحد علاش قال لك كاينه الكاله خاص ديال الويزيه يهبطوا عامرين ديال المحمديه وداك هنا المشكل مطروح ما كاينش في الصالح ديال المواطن هذا الشيء كامل ما كيصبش في الصالح ديال المواطن كيصب في صالح صاحب الطاكسيات اذا هذا الشيء حنا كنطالبوا كجمعيه المجتمع المدني هذه الكاله تحيد من ما بين المحمديه الويزيه كتحيد لان علاش كاين النص ديال الباساج اللي كيتم النص ديال الطريق كتلقى المواطنين ما كيركبوش دروك يبقاو غاديين على رجليهم محشومه عيب اذا هذا الشيء اللي كنشوف فيه غير مصلحه الطاكسيات مصلحه صحاب الطاكسيات بصفه عام اذا مصلحه المواطن ما كتهمهمش فكنتمنى من المسؤولين ديال جماعه البنيه خلف انهم يديروا الحد لهذه المهزله هذه مهزله بحد ذاتها ملي كتحمل المسؤوليه كنحمل المسؤولين ديال جماعه بنيه خلف ككل واصحاب الطاكسيات اللي دايرين هاد النقابه وهاد الكاله هاد الكاله اللي دايرينها هاد الطاكسي ديال بني خلف المحمديه بني خلف المحمديه هما اللي كاين في هاد المشكل حنا بغينا تحيد هاد الكاله هاد الكاله تحيد بصفه نهائيه كاع فعلاش ما تحيدش؟ كتبان لكم اذا هنا كنشوفوا ما كاينش حتى التعاقي ماشي لا حشومه ما كاينش حتى التعاقي فيما بينهم راه عيب راه واحد هذا كيفكر غير الراس هذا راه كيفكر غير ريوسهم اذا المواطن مسكين ولاو ساكن كثير هنا بزاف كاع الا بغى يطلع من البلوك جوج او البلوك واحد خاصه تقريبا واحد 6 كيلومتر باش يلاه يطلع الطاكسيات باش يهود المحمدي اذا كيفضل الانسان يمشي على رجليه والشمس والحراره والشتا وهذه ما شاء الله هادشي راه صعيب هادشي والله الا صعيب راه صراحه انا صعيب هادشي ولكن نتمنى كنقول لك كنعاود نكرر كنتمنى من المسؤولين ديال جماعه بني خلف ان تحيد هاد الكلا راه والله الا مزال صراحه والله يجيب